بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. وغبنا عنكم وغبتم عنا طويلا ووحشتونا. بين كوارث السياسه والاقتصاد العالميه واحكام السعاده لسيد المواسم بالاهلي، غادرنا عام بكوابيسه واهلا بعام جديد مفعم بالامل. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بك اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين، اللقاء اللي الحياه وحشتونا فيه فعلا بعد طيله غياب. حلقه 878 جايه في توقيت اعتقد مفترق السنين. بالامس ودعنا عاما كان مفعم فعلا بالاحداث الكتيره والمثيره والغريبه والعجيبه وايضا السعيده. عشان كده حلقه النهارده أعتقد فيها عنوانان اثنان، وداعا عام الرمادة والسعادة، وأيضا الاختلاف في الرأي لا يفسد للمنتخب قضية. حدثين مهمين لكن الكونتراست عجيب يا باشمهندس. السعادة ورمادة، يعني أوجزت فأوفيت، هو كده عنوان السنة دي، وهو ده اللي أنا المعنى اللي كنت عايز أوصله. سيد المواسم ده الأهلي. أيوة. في الرياضة في الألعاب بدأناها منذ اللحظات الأولى بانتصار مدوي وختمناها بآخر على نفس القدر. وبينهما خمس انتصارات مذهلة. هو عام ده في الكورة، ما بالك بقى في كل الألعاب. هو عام يعني صدر فيه الأهلي السعادة، مش بس داخل حدوده ولا لأنصاره، ولكن كما ستوضح لنا حتى في عز المأساة التي يعيشها العالم وقسوة الحروب وموت الضمير العالمي، هناك من يتشبث بأمل السعادة من خلال النادي الأهلي. اعتقد ده كلام مهم جدا، لكن خلينا لا يفوتنا ان ننعي رحيل واحد من نجوم ومدربي وإداري كرة القدم، اللي هو عبد المنعم الحاج، لاعب ومدرب ورئيس نادي الترسانة السابق، عضو مجلس اتحاد الكرة، المدير الفني للمنتخب الوطني، رحمة الله عليه. اللي هو عبد المنعم الحاج أثرى كرة القدم الحياة من كل مقاعدها بسنوات طويلة من العطاء يا باشمهندس. أولا هو من النماذج القليلة التي يعني تتكرر قليلا، انك منين ما تحطه يسد. أيوة. في النادي، في الاتحاد، في العمل العام، حتى في جمعيه قدام الرياضيين، ما هو في ده عمل عام. وباذن الله يكون يستفيد في هذه اللحظات من هذا العطاء الانساني الجميل الذي قدمه لكل من احتاج دعما من الرياضيين القدامى، لانه كان صاحب قضيه في هذا الشان. كان راجل جميل، مدرب محترم، قيادة إدارية عالية، رحمة الله عليه. وعزائنا لأسرته الصغيرة وأسرته المتوسطة نادي الترسانة وأسرته الأكبر والأعم الرياضة المصرية. كما نشاطر الكابتن حسام البدري ابن الأهلي ومدربه السابق الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الكابتن حسام والأسرة الصبر والسلوان. رجع الكابتن حسام من العراق حيث يعمل وتلقى واجب العزاء، وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وحشد كبير من أبناء وأعضاء النادي وزملاء الكابتن حسام البدري على تقديم التعازي في الفقيدة الكبيرة. أحد أسوأ الأخبار وأكثرها إيلاما التي يتلقاها الإنسان وفاة الأم. أيوة. وطبعا الأب، بس الأم بيبقى فيه لحظات عاطفة خاصة جدا. كابتن حسام يعني ربنا معاك ويلهم أهلها الصبر والسلوان وتغمدها بكامل رحمته ومثواها الجنة بإذن الله إن شاء الله. طيب احنا الحقيقة كلمنا أنه ده عام الرمادة والسعادة، والرمادة فيها أشد وطأة الحقيقة.
اشرح الناس الرمادة يعني ايه. لانه عام الرمادة عام المجاعة والبؤس في التاريخ الانساني، لكن اعتقد ما يحدث في غزة وما يحدث على سطح الكرة الأرضية في مناطق كبيرة كتيرة الحقيقة يخلي 2023 فعلا عام الرمادة والكآبة والتعاسة والقصف والدم والهدر، حاجات كتيرة جدا كانت في 2023 الحقيقة. للأسف مات الضمير العالمي وهو في موقف المشاهد لهذه المآسي، ويعني إن كان عجبكم الظالم يزداد بطشا وجوعا ونهما لأن يتغذى على دماء أصحاب الحقوق، وعايزين إيه كل الناس المساندة لهذا الكيان الغاصب المحتل الظالم الذي ابتز العالم بمظلوميته عندما تعرض عندما قال أنه تعرض للظلم، فإذا به يكرس العالم كله ليدعمه في ظلمه الفادح، ولكن تنتظر ايه من عوالم بنت نفسها على افناء عراق قاره باكملها افنت عرقا كاملا واستولت على ارضه لتصبح الامبراطوريه الاقوى على مستوى العالم، ولكنها لا تتعلم من دروس التاريخ. لان يا استاذ ابراهيم ما فيش حضاره قامت ونمت وظلمت وطغت الا ما انتهت. ما طار طير وارتفع، ده حقيقة. الحقيقة ليه بقول لكم إنه من تحت الأنقاض تيجي رسائل الحب، وتحت القصف وويلات الحرب والقتل والترويع تلاقوا ناس لسه بتتكلم عن حب الأهلي. الطفل الفلسطيني علي إسماعيل نموذج لهذه الحالة من الحب الساكن وجدان الشعب الفلسطيني، قيمة النادي الأهلي. لأنه هتشوفوا حاجتين الحياة، تعرفوا قيمة اللي النادي الأهلي بيقدمه، وكل لعيب كورة يعرف أنه ممكن فعلا بما يقدمه من أداء ويحققه من نتائج قد إيه بيسعد ناس مكلومة مجروحة مصابة حزينة حتى تحت القصف يذكرون الأهلي. هتشوفوا علي إسماعيل، أعتقد شفتوه في أكتر من مناسبة، بس هتشوفوا لأن لينا تعليق عليه. في الجبر مشتهى وإحنا كنت بدي نفسي ألبس كفات الأهلي وبوت الأهلي وزي الأهلي، بس بالأخير لبست هاي كفات وهاي بوت. والله كنت نفسي، أنا كنت النادي الأهلي وبحبهم كتير. بحب النادي الأهلي كتير. شو بدك تقول لهم؟ يلا فرصة يسمعوك يا علي. خدوني عندكم أنا وخالتي وبنت عمي وابن خالي، خدوني عندكم عالجوني بس، وأشوف محمد شنو قدوتي، قدوت كل واحد بحب نادي الأهلي. شو كنت بدك تصير لما تكبر؟ حارس نادي الأهلي زي حارس الشناوي. كنت نفسي ألبس كفات الشناوي وبوط الشناوي وزي الشناوي. كنت نفسي، كانت أحلامي كلها بس أسافر على مصر عشان أسجل بنادي الأهلي والطرب عنده. الشناوي كنت نفسي، كنت كل ما تيجي مباراة يا الأهلي أحضرها، وبالأخير بسودش وجهنا لا ببيضوه. وآخر مرة فازوا كأس إفريقيا فازوا ورفعوا رأسنا، وإحنا هنا 11 مرة فزنا كأس أفريقيا، مش مرة ومرتين، 11 مرة. وأنا كنت في النادي الأهلي وبحبهم، ودم أحمر عشان أنا أهلاوي. ألف سلام عليك. الله يسلمك. بتعالج يا رب، بتروح وبنشوفك حارس النادي الأهلي بدون ما نزعل الزمالك كمان. طيب لك لايك وأنا بالفيديو. يعني يا استاذ ابراهيم حاجه تقطع القلب والله. والله العظيم يعني هذه الرساله الى العالم وليست الى النادي الاهلي. كيف لطفل كانت هذه احلامه ها يترجمها في ظل اورام والام وحروق من اول ايه يا اخي. الواحد
يشعر بالعجز أزاء هذه المواقف الإنسانية ومش عارف يقدم لهم إيه الحقيقة. إحنا اللي فخورين بيك يا ابني، وإحنا اللي فخورين بصمودك أنت وأهلك، ويعني نتمنى أن يحقق لك الأهلي كل ما تريد ويحقق لها مزيد من السعادة. وبقول بقى لعيبة الأهلي، هذه ليست مجرد لعبة كرة القدم أو الرياضة المصرية. أنتوا شفتوا ترجمتها عند يعني إزاي بتكون مصدر إلهام وتحمل في عز الكارثة الإنسانية التي يعيشها طفل مثل هذا، يتذكر أن الأهلي يعني يسعده ويقوي ويديله هدف إضافي، أنه يأمل في الغد. يعني للأسف الشديد مرة تانية عالم مات فيه الضمير. للأسف يعني شوفوا كلمات علي إسماعيل هذا الطفل. أولا طبعا النضج الكبير اللي عنده وهو لسه صغير، شوفوا اللغة اللي بيتكلم بيها والثبات اللي هو فيه والحب اللي بيتكلم من خلاله عن الأهل وعن الشناوي وعن أحلامه، وخدوني عندكم أتعالج عندكم. شوفوا لما بيقول لك قفازات الشناوي، أنا كان كل حلمي في الحياة إن أنا أصير حارس النادي الأهلي وألبس قفازات زي الشناوي وفانيلة الشناوي. شوفوا لما هو بيتكلم حتى وهو في أشد الألم، يقول لك مش خدنا 11 قفازات، خدنا 11 بطولة أفريقيا، يقول لك الأهلي دايما بيبيض وشنا، عمر الأهلي ما سود وشنا أبدا. بصوا قيمة الكورة كقوة ناعمة مؤثرة جدا. شوفوا الدور اللي النادي الأهلي ممكن يلعبه في المحيط بتاعه. شوف الرسائل اللي النادي الأهلي وأي حد بيلعب كورة بإجادة وانضباط واحترام والتزام بيأثر إزاي في الوجدان العام، مش في المحيط الضيق بس، في المحيط العربي كله. ده طفل مسكين علي إسماعيل طالع من تحت الأنقاض، هشمته قذائف العدو الغاشم، لكن ما كسرتش لا حلمه ولا أثرت على وجدانه. النادي الأهلي استجاب لرغبة علي إسماعيل، وشفنا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي تاني يوم على طول الصبح رسالة ابننا علي وصلت، وإن النادي بيتخذ الإجراءات. شفتوا يعني هتشوفوا دلوقتي الصورة بتاعت النادي الأهلي، يا ريت نشوفها يا سمير. رسالة ابننا علي وصلت، و يعني اهتمام كبير من مجلس إدارة النادي الأهلي، ده فورها على طول. بس طبعا انتوا عارفين انه مسألة خروج أسرة من فلسطين مسألة إجرائيا ليها مشاكل كتيرة، ليها مشاكل كتيرة. لكن زي ما قال حتى النائب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي، انه مستمر في العمل من خلال رافض سياسي آخر، وقال له يا علي صوتك وصل، تيشيرت الاهلي وقفازات الاهلي موقعين من الكابتن محمد الشناوي، ولاعب الاهلي يكونوا عندك باذن الله مع اقرب قافله للتحالف الوطني، وان شاء الله هتخف يا علي وهتكون معانا وهنجيبك وهنعالجك وتكون دايما وتزور النادي الاهلي وتنور وتشرف. وبيقول له تمسك باحلامك زي ما انت متمسك بأرضك وقضية بلدك، واحنا دايما معاك يا علي، واحنا دايما معاك يا فلسطين. هو ده الموقف المصري يا جماعة، هو ده الموقف المصري الثابت والقوي تاريخيا وحتى اللحظة في مساندة القضية وحماية الشعب الفلسطيني. ودفعت ثمنه مصر اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وعلى كل الأصعدة، وما زالت بتتحمل، والله أعلم هتتحمل ايه في المستقبل. يعني الحقيقة ربنا يحفظ مصر ويقويها لصالح يعني المنطقة ولصالح العرب ولصالح الفلسطينيين قبلهم جميعا. لا هنشوف فيديو للهتاف، لأنه بصوا ما هو أصلا الأهلي حتى في مشاركته في كأس العالم للأندية وفي السعودية وفي مشاركته في بطولة السوبر في الإمارات، لعيبة الأهلي ما نسيوش القضية وما اهملوش حق علي اسماعيل وكل اخواتنا في غزه. بالعكس كان في جمهور الاهلي في كل مباراه
بيهتف الهتاف المصري، الهتاف اللي بتعبر عنه الرؤية المصرية والخط المصري الثابت في هذه القضية، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. ربما يرى البعض يا استاذ ابراهيم ان دي مجرد مشاعر جياشه لا تقدم الا على الصعيد المعنوي، ولكن مؤكد ان في ظل التعتيم الاعلامي المجرم المغرض الذي يمارسه الغرب وامريكا، ها هذه احد اقوى الوسائل التي تقدم القضيه الى سائر العالم. واعتقد ان القضيه وصلت بدرجه كبيره يا استاذ ابراهيم غير مسبوق. أيوة. الى اناس لم يكن ما كانوش عارفين حاجه عنها. ايوه. واصبح الاحساس الراي العام العالمي اختلف بعدم انسانيه ما يحدث على الاقل، وسوف يستفيد منه الموقف السياسي الفلسطيني بدرجه كبيره. هذا ما اتصوره، لان الحقيقه يعني جريمه سوف يعاقب عليها التاريخ ولن تسقط بالتقادم ما يفعله الغرب والامريكان في هذه القضيه. والحقيقة زي ما يكون النادي الأهلي زرع النبت الطيب في هذه الأرض الطيبة، لأنه لو تفتكروا مشاركة الأهلي في فلسطين ضد حركة التهويد منتصف الأربعينات وقبل قيام دولة الكيان، الأهلي ساعتها تحدى اتحاد الكرة المصري ورئيسه حيدر باشا في منع السفر، وسافر وعوقب وتحمل ورفض مختار التتش عظيم الاهلي الكبير الاعتذار عن واجب وطني الاهلي سافر فيه، وقال لهم الاهلي ما يعتذرش عن واجب وطني تجاه فلسطين. وفي شوفوا ساعتها كانت بدايه القضيه، وفي انتهازيه غريبه يفخر البعض بانه استطاع في هذه الظروف انه يفوز على الاهلي 6-0. لكن كانت هذه الهزيمه التاريخيه المشرفه لمواقف النادي الاهلي الحقيقه. عارفين في هذه الأرض الطيبة يخرج علي إسماعيل وغير علي إسماعيل، ونجد الناس في فلسطين في غزة وهي تحت القصف وفي أشد لحظات الألم، مراسل صحفي زميل بيتفرج على مباراة للأهلي، كانت لحظة غريبة جدا لكن دالة قوي. شوفوها اللايف ده له 5 دقايق وانا قاعد لي هنا بتفرج على كوره. طيب 5 دقايق ده لسه. طبعا 5 دقايق بس. هو مباراه مين هذه؟ الاهلي. لا اهل مصر اصحابنا بحق لك تتفرج عليهم. المفروض يكون شيء اعلام فلسطين المفروض. ليش يلا يا راجل تعال اللايف ده له 5 دقايق بس. امشي بس امشي بس يا زلمه اصبر بس امشي يا عمي. طيب الزميل المراسل الصحفي انس النجار وبيتفرج من خلال اللابتوب على مباراة الأهلي في السوبر، لكن فوجئ هو بعديها انه عامل رد فعل كبير جدا، فعمل فيديو يشرح فيه هو ليه كان بيتفرج على الماتش وايه علاقتهم بالنادي الأهلي بالظبط. بس انا عايز اقول الجملة العفوية قبل ما يستطرد هو اللي ربما تكون احداث، ان هو بعفوية الأهلي صاحبنا الأهلي حبيبنا بيتفرج، ما كانش عارف انه لا بيتصور ولا هيعمل كده. نسمع انس النجار وهو بيعلق على الفيديو بتاع مشاهدته للمباراه. انا اللي ظهرت في الفيديو بشاهد مباراه الاهلي في نهائي السوبر المصري. وخليني احكي انه انا انصدمت بحجم التفاعل والانتشار الكبير للفيديو اللي صار على السوشيال ميديا في جمهوريه مصر العربيه. خليني احكي لكم ليش احنا كنا نشاهد مباراه النادي الاهلي. اول شيء احنا مشجعين اهلاويين، يعني انا مشجع اهلاوي من الصميم صراحة، وبتابع كل مباريات النادي الأهلي سواء الودية أو الرسمية، ولكن شغلت عنها الفترة الأخيرة بسبب الحرب، ولكن كنهائي السوبر كنت يعني بدي أشاهده. تاني إشي حضرت المباراة عشان بدي أشوف لفتات الدعم اللي بيعملها اللاعبين والجمهور، جمهور النادي الأهلي، زي ما شفنا اللاعب حسين الشحات بعد احتفاله بالهدف اللي سجله، وأيضا احتفال اللاعبين بالعلم الفلسطيني بعد التكريم. تالت إشي والأهم إنه إحنا خلال الضغوطات هاي اللي بنعيشها والظلم والقهر والحزن اللي بنشوفه،
كان لابد انه نبحث عن فسحة امل، عن شوية فرحة وسعادة كنا متأكدين انه النادي الاهلي هيمنحنا اياها بفوز بهاي المباراة، رغم انه هاي الفرحة ممكن تكون قليلة مقارنة بحجم الالم والحزن والظلم والدمار اللي بنشوفه، ولكن هي في الاخير فرحة منحنا اياها النادي الاهلي. ايضا هنا الناس في قطاع غزة عندها شغف في متابعة الدوري المصري، خصوصا النادي الاهلي. النادي الاهلي بالنسبة لهم حياة، النادي الاهلي بالنسبة لهم اشي كبير. ايضا هنا في غزة، غزة هي امتداد لمصر، يعني ما بتقدر تفرق مصر عن غزة او غزة عن مصر. واخر اشي بدي احكيه انه الناس في غزة والناس في مصر هم اخوة، وغزة بتعتبر مصر هي السند اللي بتشد ظهرها فيه، غزة بتعتبر مصر هي الحامل الاول والاخير لها. واحنا بنأمل من القيادة المصرية وجمهورية مصر العربية انه تكثف الجهود للوصول لوقف اطلاق نار كامل هنا في قطاع غزة، لانه الناس هنا تعبت كتير. واخيرا بوجه شكري للنادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي على اللفتات العظيمة اللي بيعملوها، اللي بخلونا نتأكد انه الناس ما نسيت قضيتنا، وانه الناس والعالم الخارجي مستمر بدعم القضية الفلسطينية وبدعم قطاع غزة وبدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة. عرفتوا بقى معنى وقيمة الهتاف الجماهيري وتصويره؟ وصل ليهم وأسعدهم وحسسهم انهم مش لوحديهم يا أستاذ إبراهيم، وان صوتهم من خلال هذه اللقطات وهذه الانتصارات وهذه المتابعة العالمية للنادي الأهلي وما يؤديه، ومن خلال صدق ومشاعر جماهيره، مثل هذه القوى الناعمة زي ما أنت بتقول هي اللي بتوصل الرسائل دلوقتي. لا يستطيع أحد أن يحجب صوت الحق أبدا مهما فعل. شفنا الزميل يعني أنس النجار بيقولك في ألم شديد وفي قهر وفي ظلم، بس بنبحث عن أي شعاع للحظة سعادة بيقدمها لنا النادي الأهلي. وبعدين كل حاجة لعيبة النادي الأهلي بتعملها واصلة. قالك لأن احنا ممتنين ومقدرين احتفال حسين الشحات وإشارته لغزة، واحتفال لعيبة النادي الأهلي وهتاف جماهير النادي الأهلي ورفع علم فلسطين. يا جماعة الكلام ده كله رسائل مهمة جدا، رسائل مهمة جدا جدا تحسس إخواتنا اللي في غزة واللي في فلسطين كلها كل ما يتعرضون إليه الناس حاسة بيهم والناس شاعرة بيهم والناس مساندة ليهم والناس لا تملك ليهم إلا الدعاء. وبإذن الله تعالى النصر لفلسطين والغزة بإذن الله. هنطلع لفاصل من هذا الجو بكل ما فيه من رمادة، نشوف لحظات السعادة في هذا العام المنصرم كانت ايه بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. بصوا يا جماعة، شعبية النادي الأهلي اللي انتوا حاسينها حتى خارج البلاد، شفتوها في الإمارات عاملة ازاي في ظهر الأهلي، شفتوها في السعودية عاملة ازاي في مساندة الفريق في كأس العالم، شايفينها في فلسطين عاملة ازاي، وما في دولة عربية إلا وهتلاقي الأغلبية اللي فيها شديدة الحماسة للنادي الأهلي. عشان كده كلما كان هناك استفتاء ينافس فيه الأهلي وأي من نجوم النادي الأهلي إلا وهتلاقي تأثير الجمهور باين. عشان كده مش من فراغ لأنك أنت تتكلم على القيم السوقية وعلى حجم الشعبية ولا الانتشار الجماهيري ولا كل الكلام ده. أينما ذهبت وجدت الأهلي وجماهيره. الحقيقة جائزة جلوب سوكر لما طرحت للاستفتاء وطرح الأهلي بينافس في حاجتين: أحسن نادي في العالم، وكان منافس مباشر وحقيقي وجاد لمانشستر سيتي. فاز النادي الإنجليزي بهذا اللقب، لكن كان من المنطقي والطبيعي بفضل جماهير النادي الأهلي، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جماهير النادي الأهلي، أن يكون النادي الأهلي النادي الأفضل في الشرق الأوسط. خد 42% من عدد الأصوات، وكان المركز الثاني لنادي النصر السعودي يا باشمهندس، وبعد كده الهلال السعودي، ثم أعتقد الاتحاد، يعني أربع أندية سعودية موجودة في السبق أو ثلاثة والنادي الأهلي. فكانت المنافسة قوية جدا يا باشمهندس، إنما يكون الأهلي بهذه
الشباب معاهم والشباب، يكون النادي الاهلي عنده هذا الحجم الكبير من التصويت، جمهور الاهلي والمنافسه مع الانديه السعوديه لها دلاله يا استاذ ابراهيم. ايوه هي دلالتها ايه؟ انك انت دلوقتي الانديه بما تستقطبه من نجوم، والانديه دي بالتحديد فيها ابرز نجوم العالم. النصر معاه رونالدو والاهلي معاه جمهوره. يعني بس انت مش بقى، والهلال معاه مين؟ يعني اقصد اقول ايه؟ انت الاربع انديه السعوديه هم في الدوري الاكثر زخما والاغلى في المنطقه بعد الدوري الانجليزي. جذبا للنجوم الكبار طبعا. يعني هو المنافس الحقيقي للدوري الانجليزي من حيث القيمه التسويقيه والقيمه الماديه. حسب الجاذبيه للنجوم. واستقطاب النجوم. فان ياتي الاهلي يتفوق على كل هذا، هذه مكانه الاهلي اللي الناس عماله تقول، يعني انت عايز تفهمني انك تنافس ريال مدريد؟ ما هو انا بنافس اهو. بكل الزخم الجماهيري ده، بكل الزخم اللي في اللعيبه ده، انا بنجومي وبانجازاتي وبجماهيري الاكثر شغفا في العالم. انا بحقق هذا الكلام يا استاذ ابراهيم. بس يعني قضيه مش محتاجه لا نرغي ولا نخش في مزايدات مع احد فيها. انا اعتقد كل مناسبه من دول يعني فعلا المفروض ان تعفي الناس من المناهده والجدل اللي ملوش اي معنى وملوش اي اساس من الواقع، لانه اديكم شايفين الشعبيه ارقام والجماهيريه تصويت، والنتيجه انتوا شايفينها، انت بتتفوق بتصويتك وبجمهورك على اعتى الانديه. هو انت لما جماهيرك ما كانتش الاكثر على مستوى العالم شغفا كنت هتكسب الاستفتاءات دي؟ لا طبعا لا. لو جمهورك محدود مهما عمل. صحيح. طيب، وده يترجم طبعا القيم التسويقيه اللي بتتعاظم والموارد اللي ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك ان شاء الله، بس كله بفضل جمهور الاهلي اللي بتتسع قاعدته وفقا لحجم الانجازات على الارض، اللي بتسعد الناس اللي تحت القصف وفي اشد لحظات المعاناه. يقول لك الاهلي دايما هو اللي بيسعدنا، الاهلي دايما هو اللي يدينا الفرصه للبسمه. هو ده النادي الاهلي وتاثيره وقيمته ومكانته وحجم انجازاته اللي يجب ان يفخر بيها كل مصري وكل عربي. الحقيقه مش بس الفريق، حتى الارتباط بالنادي من قبل المدربين. شفنا مانويل جوزيه لما جه النادي الاهلي صنع شعبيه وعمل سي في وعمل نجاحات اسطوريه. شفنا مارسيل، شفنا بيتسو موسيماني خرج من النادي الاهلي سعره كام وقيمته التسويقيه كمدرب كام والسي في بتاعه عامل ازاي. واخيرا جه الدور على هذا السويسري الداهيه مارسيل كولر، اللي ارتباطه ايضا بالنادي الاهلي جمهور الاهلي خلاه رقم كام؟ رقم واحد عالميا. جمهور الاهلي بتصويته ومساندته مارسيل كولر في جائزه جلوب سوكر رقم واحد قبل بيب جوارديولا وانشيلوتي. عشان كده شفته فرحته وهو بيلف الملعب. اكنه ناشئ بياخد فرصته لاول مره وبيرقص وبيتنطط وبيشاور للجماهير. يعني لا، كان بيترجم مشاعر الامتنان بشكل واضح جدا، يعني انه هذا الجمهور داعم قوي جدا للفريق ولمدربه ولاعيبته. حس بده هو يا باشمهندس؟ طبعا طبعا، ده القيمة المضافة التي يضيفها النادي الأهلي لأي مدرب، الدفء الجماهيري ده والاهتمام الجماهيري، ونحطه في مكانة ما يحلمش بيها كان. يعني اللي شافه وكل إيه، هو سافر بلاد مختلفة فبيلاقي الكلام ده في أي بلد يروحها. بس طبعا المرة دي الجماهير في الملعب بصراحة إيه ده إيه ده إيه ده، لوحدها ماليه الملعب لوحدها. ايوه يعني ولو الملعب يشيل اكتر من كده هيزيد العدد عن كده. فيا رب يا رب الاهلي وجماهيره في هذه السعاده يا رب، ويا رب يكون مصدر السعاده والالهام. ولا عزاء يعني شوف، كل السعاده لاصحاب
القلوب السليمة والفطرة السليمة والذين يسعدون في تنافس شريف بهذه الإنجازات، ولا عزاء لأصحاب النفوس المريضة المحبطة البائسة اليائسة التي تنتظر سعادتها في عثرات الأهلي، فلينتظروها كثيرا بإذن الله وطويلا. لأني أنا ما شفتش حاجة كده. ناس بتقول لك أنا سعادتي في تعثر الأهلي، مش إنه ينقي حاجة يتحيز لها ويتعلق بيها. فسايب القماشة واسعة قوي. الأهلي مع جماهير الأهلي، مع الأهلي فقط. غيرنا قماشته واسعة في التشجيع ضد الأهلي، وصل بيهم البعض يقول لك أنا سعادتي في هزيمة الأهلي مش في انتصار فريقي. طبعا في فرق منافسه ليها جماهيريتها متعلقين بناواديهم، دول ليهم احترامهم، دول بيسعدوا وبيتعسوا بفرقهم. لكن الناس بقى اللي هي كدابين الزفه اللي بيخش في النص دول ويتجروا بكره الاهلي، لا ملكوش لازمه، ملكوش لازمه. الحقيقه اللقطات اللي انتوا شايفينها كلها طبيعيه يعني اللقطات دي يا جماعه ختام الموسم، ختام هذا العام، ختام عام السعادة الأهلوية اللي تحققت فيه لأول مرة فريق يشارك في بطولة العالم للأندية مرتين في سنة واحدة. في فبراير الماضي كان الأهلي في المغرب حاز المركز الرابع، وكانت مشاركة فيها إنصاف للأهلي بعد اللي حصل في نهائي دوري الأبطال، والناس اللي ما بعتتش الجواب، والناس اللي حرمت الأهلي من فرصة إنه يلعب النهائي في بلده، فتترتب الاقدار سبحان الله. شوف انفانتينو هو بيعانق الشناوي، بيعانقه مش بيلبسهم ميداليه. دي بقى احترام، دي برونزيه كاس العالم في السعوديه، يعني الاولى كان المركز الرابع في فبراير في المغرب، ودي بقى في ديسمبر انفانتينو يعني بقى صاحبهم. الراجل قال كلام على النادي الاهلي يا جماعه، كلامه عن النادي الاهلي وسعادته، قال تعبير انه الاهلي بيدافع عن افريقيا بكبرياء. طبعا. وخلى مستر موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي فرحان في المدرج وبيسقف لكل جون، ومتفاعل مع مباراه الاهلي واوراوا الياباني بسعاده كبيره جدا. شوفوا حج روعه الصوره اللي انتوا شايفينها. دي لعيبه بتختتم العام ببرونزيه كاس العالم. وشوف شوف الوقفة والالتزام، تعلموا انفانتينو يقول لهم ألف مبروك بالعربي، والتحضر و و و و و وخلاص الناس عارفة يعني ايه منصة التتويج. أي لا هرولة ولا هرتلة، خلاص تعودوا. هذه وقفة لهم خبرة عليها يعني. أيوه. كانت اللحظات دي في قمة السعادة للأهلي، والحقيقة الجماهير احتفلت وفرحت في السعودية وفي كل الدول العربية. هقول لك سر. قول. أنا ما خدتش منك حاجة لسه. لا هقول لك سر عام. شعرت بالاختلاف في الفترة الأخيرة. وأنا مثلا بسعى إن أنا أتفاوض مع لاعب أجنبي. فيبدأ الوكيل بتاعه، والله بجد اللي بقوله لك ده حقيقي يعني. أيوه. لا إحنا اهتمامنا بأوروبا. يا أمير. قال لك اهتمامنا باوروبا. قلت له طيب، شرحت له النادي الاهلي؟ شرح له النادي الاهلي، شرح له النادي الاهلي ورد عليا، شوفوا هيقول لك ايه. بس وانت بتشرح له الاهلي، اشرح له الاهلي بانجازاته، بجماهيره، بمكانته العالميه، ها، باحلامه، بحجم ما ينتظره اذا جاء الاهلي، ها، وعدد البطولات والتمثيل الدولي في بطولات كأس العالم للأندية وبطولات أفريقيا. شرح له بالتفصيل مهما خدت منك العملية. الحقيقة عمل شغل كويس قوي كل مرة في الحتة دي. أمير يرجع لي كابتن عادلي، اديته السر. مش بس كده، يصبح هو المتشبث بالأهلي. وهو اللي بيساعد مين؟ أي اللاعب. وهو اللي بيساعدنا مع الإدارة بتاعته إنها يعني يحل الخلافات اللي بيننا وبينهم. أيوة. بوكيله. لما سمع كويس، لما عرف مكانة الأهلي وتابعها. ما أنت بتتكلم بقالك شهرين مثلا أو ثلاثة. أيوة. في حاجات يعني.
يقوم يشوف المنظر يلاقي الترجمة، يخش على الاتحاد الدولي يلاقي صدى، يخش على الصحف العالمية ايه ده ايه ده، لا 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 استنى اوروبا اجل شوية احنا هنا، ويتحمسوا جدا. يا جماعة والله العظيم ثلاثة ما يفعله هذا الجيل من انجازات يستحق منكم فعلا احترام جامد جدا. انا بقولك الجيل ده جاوز كل الاجيال من حيث النتائج. ايوه حيث النتائج. ايوه والمنافسه بقت اصعب واشد بكثير يعني. ولكن هو يعاني من ايه بقى؟ حجم التوقعات والتعود على المكسب. يعني شوف انت اخر اربع سنين ما غبتش عن كاس العالم للانديه، ثلاثه برونز وواحده مركز رابع. واحد الشحات مع العين وصل للفاينل. كويس؟ ميداليه فضيه. وتجدوا الناس واخده الشحاب بتتكلم عليه، واخده مش عارف مين بتتكلم عليه، بتتكلموا في ايه؟ الجيل ده يا جماعه بيصدر تاريخ كبير يستحق طول ما بيديني ان انا احترمه واحطه فوق راسي، وساعه ما واحد يتعثر بس احسه انه بيحاول اقف معاه لما اوقفه، اللي يتنمرد عليا ارميه ولا تاسف عليه ولا تواجبه ولا تشغل بالك بيه. خليك مع اللي بيحبك وبيتفانى عشان خاطرك. هو النادي الاهلي خلاص بقى في الحته دي، ولذلك انا اشفق على حد في كل الناس المسؤوله في النادي الاهلي، سواء اجهزه فنيه حتى مجالس ادارات حتى العاملين اللي بيعملوا في نطاق كره القدم في النادي الاهلي وحتى في التسويق حتى 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 ما بقاش عندهم ما يبهروا بيه الجماهير، الجماهير حجم الانبهار خلص عندهم. جبت الاخر. فانت عايز تستمر على هذا العطاء وينقلك النقلة الصعبة بقى. ازاي تبقى من نمرة ثلاثة نمرة اتنين ثم نمرة واحد. وفي اللي جاي البطولة اللي جاية صعبة جدا جدا جدا. طبعا جدا. النظام اتغير. 32 نادي في امريكا. بقت مجموعات. عندك حجم تحديات لو استطعت المرة دي انك توصل المربع الذهبي محدش قول لي في تخطيط للكوره حاطين 25 في الاعتبار؟ مفيش حاجه مش هو انت تملك ما عندكش الرفاهيه انك ما تفكرش في اللي جاي. مش بتكلم على عدلي، بتكلم على اي مسؤول في النادي الاهلي. الطهران جمهور ما انت الناس والله العظيم ما بتنام يا استاذ ابراهيم من حجم احساسها بالمسؤوليه الا الاهلي في دماغها. انت بتشوف الكابتن خطيب والمتابعات اللي بيعملها والناس اللي بتشتغل، ما هم شايفين ان في كارثه انسانيه على مستوى العالم. الاهلي جزء من الهام اطفال انهم تتحمل هذه المآسي وهذا العذاب. طفل ايديه محروقه ووشه وارم من العذاب اللي شافه. على فكره هو تم نقله لرفح لانه حالته برضه مستشفى الشهداء في الاقصى ما كانتش كافيه لعلاجه. لا ما تم نقله لرفح. شرطه بتترجم نفسها. وبعدين المراسل ده راجل مراسل راح هنا وراح هنا وراح هنا قال لك ايه؟ اولا الكلمه اللي قالها صاحبنا الاهلي صاحبنا. ايوه عفويه ما كانش عارف انها هتقلب الدنيا بالمنظر ده. ايوه فقال لا هو انتوا بقى خدوا بقى الرساله، ازاي جمهوركم ادانا طاقه امل وادانا قدره على التحمل وازاي وصل صوتنا للعالم وازاي حسسنا ان احنا الناس دي مش لوحدها وازاي وازاي وازاي؟ تعمل ايه وانت مسؤول عشان الناس دي؟ تعمل ايه يا استاذ ابراهيم؟ لكن طبعا لازم يكون يصادفك توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. اقول لك تعمل ايه؟ كنت ترد على امير توفيق في الفاصل وتقول لي قال لك ايه؟ ما هو انا في الفاصل عشان انا اقول للناس. سيبه بقى، سيب امير في اللي فيه، لان الحقيقه يعني حجم العمل اللي بيقوم بيه امير دلوقتي ضخم جدا. كبير. والحمد لله كلنا مع بعض بنسند بعض. وليقدر الحق حاجه بيعملها، لكن هو بقى ايه الجهد التنفيذي الشاب اللي بيتحرك اللي بيروح اللي بيجي. اللي بيسافر واللي بيرجع. ابن بطوطه. اللي بيسافر واللي ايوه ابن بطوطه. نفسي اشوف باسبوره اشوف راح فين. يا ربنا يوفق كل الناس اللي في النادي الاهلي. مسؤوليه انك تسعد الناس دي، وانت عارف يعني الكلمتين دول وانت مروح بيعملوا فيك ايه؟ صحيح. قول لي انبسطت في السعوديه؟ انت حضرت الماتش الاولاني بس. حضرته نصه في الملعب ونصه في الصالون. قدام التلفزيون. رحت الاستاد ما قدرتش. بردت. اه. ما
من كتر الانفعال فدخلت في الصالون وجت ضربه الجزاء علينا. لا 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 عايز اروح. انما طبعا احساسك رجعت انت عشان فرح محمد. الف مبروك بالمناسبه. الله يخلي حضرتك. يعني هو يعني كان في قدر الامكان انك بيلم هو واصحابه. كان يعني اصحابه زفوه زفه اهلاويه. يعني ما كانش يعني بالمعنى لا في زفه ولا في كوشه ولا في طرحه ولا في يعني، لكن كان في فرحه طبعا طبعا. ربنا يسعدهم ويوفقهم يا رب، ويسعد كل انسان يعني بياخد خطوه جديده. ويا شباب والله الجواز مسؤوليه جامده جدا جدا. بس لازم تكونوا في دماغكم ان الجواز تضحيات، مش سعاده وفسح. تضحيات بتعملها وانت مبسوط وانت على قدرها وانت حاسس انك انت كل ما تسعد اللي حواليك انت ليك اهميه. طيب الاهلي زي ما قلت لكم خد اتنين او شارك اتنين كاس عالم في سنه واحده. في فبراير كان في المغرب وحاز المركز الرابع، وفي ديسمبر كان في السعوديه وحاز المركز الثالث والبرونزيه. لكن يطلع امتدادا للموسم الحقيقه اللي هو المهندس عدلي سماه سيد المواسم، وهو فعلا سيد المواسم. في ميدال في كاس سوبر خده مستر مارسيل كولر في حساب 2022 لما تغلب على الزمالك، اللي هي البطوله السادسه دي بقى. لكنه حساب 2023 اتنين سوبر للنادي الاهلي، وعندك المشاركتين في كاس العالم للانديه فاز فيها بالبرونزيه، فاز بالدوري الممتاز بجداره واستحقاق، واعلن تتويجه في 10 يوليو من هذا العام المنصرم، حصل على كاس مصر للمره ال 38 بعد ما تغلب على بيراميدز في 10 ابريل. كمان توج الاهلي بجداره بالاميره دور الابطال على حساب الوداد المغربي، ده كان في 11 يونيو. كاس السوبر المصري في الاولى على بيراميدز 1-0 يوم 5 مايو، ثم توج للمره الرابعه عشر في تاريخه ايضا على حساب مودرن فيوتشر في هذه المشاركه الرباعيه اللي كانت في ابو ظبي. مبدئيا انطباعك على فكره كاس السوبر رباعي؟ انا مش ضد اي تطور، بس كله معنى وكله مردود. ايوه الجايزه ما تبقاش 250,000 دولار. انا قلت الكلام ده قبل كده يا استاذ ابراهيم. ايوه انت بتلعب كم ماتش دلوقتي؟ 4 ماتشات. ايوه مش كده؟ ايوه ينفع 4 ماتشات العبه تديني 250,000 دولار وانا مش بتلعب 4 ماتشات، انت لعبت الاول ماتش ثم ماتش، هم 4 فرق كل فرقه هيلعب ماتش. مش انا اللي بلعب. في 4 ماتشات بيتذاعوا دلوقتي. مش ماتش. ايوه في 4 ماتشات بيتذاعوا، يعني اللي بياخد هذا الحق اضرب في 4. ايوه فما تجيش تقول لي 250 يعني الجائزه دي نقلت عن مليون دولار للمركز الاول، يبقى بجد يعني في حاجه غلط. طيب الألقاب الفردية بقى، الأهلي توج في أفضل نادي في القارة الأفريقية، توج بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب في القارة، توج محمود عبد المنعم كهربا بجائزة أفضل هداف في دوري الأبطال أو صاحب أفضل هدف في دوري الأبطال، الأهلي أفضل نادي في الشرق الأوسط في جلوب سوكر، وكولر مدربه أفضل مدرب في العالم. دي الألقاب الفردية اللي تحققت للأهلي ولاعبيه ومدربه باستفتاء الجمهور. المشوار خلال 2023 فريق الاهلي صاحب هذه الانجازات الخمس، لعب 68 مباراه، قدر يفوز في 45 مباراه، وتعادل 15 مره، وتلقى 8 هزائم منها هزائم في كاس العالم للانديه من ريال مدريد ومن فلامينجو ثم من فلومينزي في المشاركه الاخيره. لكن كان محمود عبد المنعم كهربا هداف الاهلي برصيد 21 هدف ظاهره كهربا. شوف ما يقدمه كهربا هو المعنى الحقيقي، ان تتحدى الظروف وتتحدى الظلم وتتحدى ضغوط. يعني المسؤوليه الكبيره اللي اظهرها كهربا خلال الفتره اللي ابهرتني اكتر من الاجوان اللي بيحرزها.
الطاقه الايجابيه اللي بيديها لزمايله الشخصيه مهيبره شويه ولكن مسؤوله. ايوه يعني محفزة. يعني مهيبر بمسؤوليه فتحس انها بشكل ايجابي. ايوه يعني هيبره ايجابيه. صح. توصيف حلو. سخونه ايجابيه. ولذلك يعني حتى تعليقاته امام عاشور تجد انه له تاثير ايجابي على امام. دخله بسرعه في اجواء الفريق. لما تشوف كمان امام عاشور دخل ازاي وحاسب الجماهير ازاي وتعليقاته بقت عامله ازاي وفرحته وسعادته، وبعدين يروح كاس العالم يجيب جون، بعدين يحصل على رجل المباراه، وبعدين يرجع يتوج بميدالية. يعني هو حياته كمان في خلال شهرين ثلاثه اتغيرت. شعر بقيمه الاهلي. شعر بقيمه جماهيره. انا بقول لك يعني باذن الله. وكل اللعيبه اللي خرجت من عندك اعراض شكلها ايه عشان تعرف ان دي اللي يقول لك اختيارات الاهلي. اختيارات الاهلي، اختيارات الاهلي ايه؟ شوف القندوسي عامل ازاي. عامل ازاي. ورضا سليم كان عامل ازاي الى ان اصيب، يعني يرجع لنا بالسلامه، عامل ازاي. ما تقوليش اختيارات الاهلي. اختيارات الاهلي في حته معينه محطوط عليها حجم توقعات. يعني هسأل سؤال، ما انا ممكن اجيب بنزيما ما يعملليش حاجه وما اكسبش بطولات زي ما حادث، وممكن اجيب كريستيانو زي ما حدث الموسم اللي فات ما يعملليش حاجه. العبره ان عندي فريق قوي. لو قدرت اضيف اليه بالمواصفات اللي تضيف. وفي الاخر كلنا بنؤكد ان ده اختيارات فنيه، محدش قصر. يعني الجهد الفني العلمي المطلوب بيتم داخل النادي الاهلي. انت الكوره دلوقتي انت في سباق مع الزمن، سباق اقتصادي، مش هتقدر تخش على التحديات الكبيره قوي دي، لان كل واحد بيكلمك على حجم النادي الاهلي. يعني القيم التسويقيه مثلا اللي بتسمعها اللعيبه بمجرد اسم الاهلي ما تردد اضرب في ثلاثه واربعه على طول محليا وخارجيا. وإذا مش الأهلي وصرف نظر، نرجع للواقعية تاني ويروحوا بربع الثمن اللي كان مطلوب من الأهلي. لأن هم شايفين الأهلي ده حجمه، والأهلي ما عندوش مانع إذا استطاع إنه يعمل كده، يدي كل نادي برضه ما هو عشمان فيه من النادي الأهلي. بس أنت كمان مهما كترت ميزانيتك في ظل أعبائك، أنت تنموي إنشائي، تنموي بشري، تنموي فني على كل الأصعدة في الرياضات، بتقدم لانتخابات مصر الكثير والكثير، عايز تفضل على هذا المستوى، حجم التوقعات بيزيد من جماهيرك، عايز أنت كمان تبقى على قدر سرعة هذه الطموحات، ما تقلش عنها. فمهما دخلك أحلامك بتكبر معه وتسبق مداخيلك كمان. فأنا بس عايز أقول لجماهيرنا، محدش والله متأخر عليكم بنقطة عرق ولا هم ولا اهتمام. إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف بقى مجموعة من الشهادات اللي تشعر كل أهلاوي بالفخر بجد إنه أهلاوي. ما تخافش على الأهلي. ما تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. مع هذه الإنجازات الكبيرة اللي حققها الأهلي في 2023، كانت مجموعة من الشهادات المهمة له وهو بيتقلد ميدالية كأس العالم، الميدالية البرونزية، ثم يتوج بكأس السوبر في الإمارات. الزميل محمد شبانة شاف انجاز الاهلي في هذا العام ازاي، نشوفه. النهارده ليله حمراء تماما بعد نجاح الاهلي في تحقيق كاس السوبر المصري للمره ال 14 في تاريخه. وممكن يكون مجنناك حاجه مش هتصدقني، لو انت مش كنتش شفت الماتش وبتتفرج عليا او سمعت مش هتصدقني. عارف مين اللي جاب الكاس النهارده للاهلي؟ مودست. تخيل كره عرضيه والموقف متأزم جدا،
وفي الشوط الرابع واتنين اتنين والملعب متكهرب والجمهور الاهلاوي في الملعب متكهرب ومودرن فيوتشر طموحات بتطير عشان خاطر ممكن يخطف السوبر واذ بي مودست بيجيب الجول ويرجع تاني يسيطر على الماتش ويرجع كريم فؤاد يجيب الرابع يعني تخيل بقى وكريم فؤاد بيجيب جول كمان من اسيست لمين؟ لمودست تخيل بقى ان مودست احنا جينا عليه كتير انما النهارده هو السبب في ان الاهلي يكسب هذا اللقب الحقيقه النهارده الاهلي قفل السنه تقدر تسميه عام السعاده الاهلاوي السنه دي هي عام السعاده الاهلاوي لان مارسيل كولر والنادي الاهلي دي البطوله السادسه الحقيقه يعني اذا اعتبرت ان السوبر الاولاني في 10 20 22 فهو البطوله الخامسه في هذا العام انما في عهد كولر دي البطوله السادسه ثلاثه سوبر مصري كاس مصر دوري مصري دوري ابطال افريقيا رغم النهارده الاهلي ماسك الماتش 75 دقيقه يعني عامل كل حاجه الا ان الماتش كاد ان يخطف لكن بتعود الامور لوضعها الطبيعي يبقى الاهلي بيكسب كاس السوبر ده الوضع الطبيعي فالاهلي بيكسب في الشوط الرابع بيجيب جولين لمودست ثم كريم فؤاد ويكسب 4-2 وكولر يدخل في تحيه جديده مع جمهور النادي الاهلي والنهارده يبقى عام سعيد بيختتم عام 2023 نقدر نسميه عام السعاده للاهلي النهارده في قلب اماره ابو ظبي في ملعب محمد بن زايد. طيب مودست يعني الموضوع يعني بيني وبينك يعني التركيز معاه زياده على اللزوم مفيش حد بيتقيم بالاسلوب ده عدد دقائق مودست اللي لعبها قد ايه؟ محدوده وجايب لك ثلاث اربع تجوان وفي جون اتلغى وعامل اثنين اسيست مش احسن حاجه انت جايب مودست وانت تعلم انك الماموريه محدده جدا بالنسبه له انت والا ما كنتش اديته سنه قابله لايه؟ حسب عطائه بقى لكن معنى كده ان انت حبيت يعني يكون معاك حد بمواصفات معينه فرقتك بتلعب بسيستم من اللي يوصل على الخط يعني شفت تحليل للمحمودي تحليل علمي جدا جاب كذا لقطه قال لهم كل واحد بيوصل في الحته دي بيراجع كره لورا ما بيلعبهاش اوفر ولا بالعرض في حين التاني بيجري في مكان ما بتروحلوش الكوره جات له ثلاث كور ولا حاجه ها ما اداه بمنظر بيني وبينك واحد مش جاهز ادالك انطباعات مش كويسه لكن اهو جاي و و و و وخلي بقى السنه اللي فاتت سوزا ده ولا اسمه ايه برونو سافيو برضو ما عجبناش جاب لنا بطوله السوبر مودست جاب لنا بطوله السوبر كويس ال 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 برونو سافيو كان عنده اتيتيود او كان موده مش كويس مع الفرقه ما كانش كان مزاجه وبيشع طاقه سلبيه للفريق فعشان كده الاهلي هو كمان على قد ما هو كان عنده طاقه سلبيه الاهلي كولر والفرقه ما كانت راميه طوبته بعكس مودست لا ما انا جاي لك في مودست الولد ده مشي سافيو ده شوف عامل ايه دلوقتي قبل ما اجي لك كان عامل ايه وبعد ما مشي عامل ايه فانت اختياراتك مش سيئه بالمعيار الاكاديمي لكن لما بيجوا ما بيدوش اللي انت متوقعه مودست بقى حاله تاني يعني مودست ما كانش عايز يجي خالص شاعر انه بيلعب في اقوى دوري في واحد من اهم فرق الدوري الالماني طب يا جيله حاجه زيها يا بلاش وبعدين انت قلت لي ان الوكيل بتاعه قال لك ايه الوكيل قال لك انا لما يعني هو كان ناوي ما يجيش قال لك بذلت مجهود كبير ان انا اقنعه ان يجي عرض الاهلي لما جه وشاف الاهلي قال له تصدق انا كنت هندم جدا لو ما خدتش التجربه دي هو رغم التحامل عليه ومش بيقدم اعلى حاجه في الدنيا يعني وشايف الزمزقه الا اين تشعر بص دي كولر وهو بيشاور لهم العبوا عرضيات مهمة دي 109 دي لقطة مهمة جدا بعدها على طول دقيقة والتانية الجون يجي بنفس العرضية اللي بيشاور أو اللي بيطلبها مارسيل كولر بص مارسيل كولر بيعمل إيه؟ الونجين اتحركوا ها؟
الاشاره الثانيه بقى اهي اهي بص العبوا هنا فهو جاي يغطي جاي يغطي المهم يعني احنا مش عايزين برضو يعني طيب احتفالاته لان انت اشرت النموذجين بتبين انه سعيد اندماجه وسعادته مع الفرقه في احتفالاته يعني راح لامس كهربا وقال له اتكهربت كهربا اذا ده راجل فاني كهربا قال لك هو اتفق معاه على كده لو انا جبت جون النهارده هلمسك عشان الكهرب قدام الناس طبعا وكان فرحان لان دي هتخلصه من عبء وضغوط ده اللي انا عايز اسالك عنه الجون والبطوله يخففوا كتير من الضغط العصبي اللي عليه مش عليه هو لوحده على حاجات كتير يعني ويخلي الناس برضو عندها امل في اللي جاي ايوه مش بالضروره يتكرر يعني كل النجاح مره ده يا رب يتكرر ايوه لكنه على الاقل بدنيا هيجهز في ظروف اهدى شويه لو جهز عشان انت لو تشوف الجون اللي جابه في الجونه الناس احتفت بيه برضو وعمل عمل جون وعمل اسيست برضو أيوه. حظه الوحش عارف لو كسبنا الماتش ده كانت حساب له الماتش ده لكن ضربه جزاء ونتعادل فمش عايزين نبالغ في موضوع مودست لا سلبا ولا ايجابا أيوه. في الناحيتين يعني ايوه عشان احنا سيبه يهدى ما نصرش احنا بنقول ان كل ما ترفع له هيجيب جون يعني أيوه. انا ما اقصدش كده انا اقصد اقول ان ده راس مال ان احيانا انت المدرب يتوسم حاجه لما بتركب معاه بتحقق له هدف مهم زي بطوله السوبر نتمنى التوفيق للنادي الاهلي بقى انا ما يهمنيش الافراد لان الافراد في الاخر هي وسيله لتحقيق غايه جماعيه نتمنى ان بنفس الفرحه والالتزام عجبني الروح اللي موجوده لعيبه الاهلي مع بعضها وكل واحد عايز يقوم اللي بيحتفل بمودست كهربا اللي مش بس كهربا المنافس بتاع المركز مش بس تشوف الفرقه فرحانه له فرحانه له ايوه واي واحد بيتعرض امام عاشور واحتضانهم ليه واي واحد بيتعرض لضغوط الفرقه بتفرح له لما بيجي له حاجه ده حاجه كويسه ده حاجه كويسه وصلت لدرجه انه انفانتينو نطق بالعربي نشوف Many congratulations for your qualification to the new Mundial de Clubes of FIFA in 2025 in the United States of America. Elf Mabruk Al Ahli. Many congratulations for your qualification to the new Mundial de Clubes of FIFA in 2025 in the United States of America. Elf Mabruk Al Ahli. طيب الراجل ده قالب الصفحه الناس مش عارفه فيها ايه وبيقول بالنسبه ل 2025 في امريكا والنظام الجديد فرحان ان الاهلي موجود الف مبروك الاهلي وراح قالب شعار النادي الاهلي قالها بالعربي ما هيش حاجه يعني يا جماعه تبدو كلمه لكن هي ترجمه لفكر والاحساس صادق عند الراجل يعني الإحساس الصادق يا جماعة ممكن يخليك وانت في عنفوان فرحتك تبكي دي لحظة اختلاط المشاعر الإنسانية المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي في السوبر أو في كأس العالم وهو في المقصورة والأهلي بيكسب مباراة أوراوا هتشوفوا لقطة إزاي هذه المشاعر لما تتداخل مع بعضها بص خالد مرتجي خالد مرتجي يا باشمهندس لما اعلن هدف علي معلول بص انفجر المكوك المسؤوليه صعبه المسؤوليه صعبه جدا جدا ايوه يحمل الام جمهور بص متسبي سعادته
ممثل افريقيا بنصفه على ممثل اسيا. كابتن الخطيب وهو بيتلقى بقى التهاني في المقصوره، لحظه تشريف بالاهلي قوي، يعني السعاده بالاهلي يا باشمهندس، والاحساس بالمسؤوليه زي انت بتقول كانت جايه بعد ضغط عصبي في البطوله رهيب. عشان كده انا يعني ما بحبش الناس تتصور ان المسؤول بعيد عن احلامهم. ويحسوا بينا بقى، حسوا بالعكس، ده المسؤول اهلاوي قوي. مش بس هو اهلاوي زيك قوي، ضيف عليه المسؤوليه بقى. بالظبط بالظبط، يعني انت اهلاوي ما حدش هيقول لك ليه ما عملتش. هو اهلاوي هيحاسب على اللي عمله واللي ما عملوش. فيبقى تعبان وشغال ونفسه في لحظه زي كده عشان يحس. لما بتحصل تلاقي خالد مرتجي بيبكي من الفرحه. طبعا هي وسائل من وسائل التعبير الصادق يعني. دي اللقطه يا جماعه بعد المباراه بتاعت اوراوا في الهدف الرابع، في الهدف الرابع وتاكيد فوز الاهلي بالميداليه البرونزيه. يعني انت في البطوله دي جايب 3 في 4 يا ابراهيم. ايوه يعني دي كثافه هجوميه يعني. ايوه على فكره المهندس عدلي اشار من شويه الروح اللي جوه الاهلي، اللي جوه اللعيبه، اللي بين اللعيبه مع بعضيهم حتى في المراكز المتنافسه. يعني لو شفتوا مصطفى شوبير بعد المشاركه بتاعته والكره اللي دخلت ديت، اللي بيحتضنه واللي بيطبطب عليه واللي بيقومه واللي بيشد منه الشناوي وحمزه علاء، وهتلاقي شوفوا امام وفرحه زمايله بيه. على فكره الروح دي ممتده حتى بره الملعب. كابتن خالد بيبو مدير كوره بعد الكابتن سيد عبد الحفيظ، شوفوا الكابتن سيد عبد الحفيظ في استوديو ابو ظبي وهو فرحان لخالد بيبو وبيهنيه. كابتن خالد قبل ما ترد بس، يعني طبعا انا بنتهز فرصه وبارك له وان شاء الله الرحمن باذن الله يكون موفق باذن الله على المستوى الشخصي والمستوى الجماعي. مبروك لمجلس الاداره والجهاز الفني والجمهور واللعيبه وانت يا كابتن خالد، ودايما ان شاء الله الرحمن بدايات واللي جاي يبقى احسن واحسن واحسن، وانا عارف ان شاء الله الرحمن النجاح هيبقى متواصل باذن الله، ومحدش بيبدا من الصفر ابدا. ان شاء الله الرحمن باذن الله خالد يبقى من بطوله لبطوله لبطوله لبطوله. يعني ناس كتيره جدا بتتكلم، معلش انا هاخد نص دقيقه بس لان ده مهم جدا. يعني حتى بداية يا كابتن حسام، انا اول 6 مباريات مع النادي الاهلي على فكره تعادلنا 5 وخسرت وكسبت مباراه. فدايما مش دايما البدايات هي اللي بتدي نهايات، مش استمراريه. طبعا استمراريه. فانت ان شاء الله الرحمن ربنا يوفقك يا خالد، ان شاء الله الرحمن يا كابتن خالد، ان شاء الله الرحمن باذن الله النجاح يبقى متواصل ان شاء الله الرحمن، ودي تبقى خطوه كويسه. ومبروك النهارده برونزيه عالم، مش حاجه سهله خالص. ادائكم كان ممتاز جدا على مدار البطوله، من مباراه اتحاد جده لفلمونسي للنهارده يا كابتن خالد، وان شاء الله الرحمن يوم الجمعه الجايه زي النهارده تبقى بتحتفلوا كمان بالسوبر المصري باذن الله. يعني عظمه في الام بي سي على فكره، مش في ابو ظبي. عظمه الاهلي وثقافه الاهلي. أيوة. لما اغرسها في الابناء الحقيقيين بقى. ايوه الاسره اللي عندهم يعني تشبع بفكر الاهلي وما اللي اتعلموه في الاهلي، مفيش الانانيه المفرطه ان كل واحد لما يمشي او يخرج بره مكانه عايز الدنيا تغرق بعديه او نفسنا على بعضيهم. يعني كل واحد عايز اللي يجي ينجح اكتر منه، لانه هو في الاخر اهلاوي بيسعد بالاهلي. بالظبط بالظبط. يعني ايه، مفيش اهلاوي حقيقي مش عايز الاهلي يتفوق عليه هو نفسه. ايوه انت كمسؤول عايز اللي يجي بعديك احسن منك عشان تقعد كده فرحان بالاهلي. انما اللي عنده بقى مرض، ايوه تعمل له ايه؟ الذين في قلوبهم مرض. تعمل ايه؟ بص يا جماعه، المهندس عدلي حط خط تحت كلمه ولاد الاهلي اللي عندهم هذا الفضل وهذا الاعتراف وهذا الامتنان بقيمه الاهلي عليهم. دي اصاله ودول ولاد اصول، لانه جمهور الاهلي، انا هنا بقول لناس كتيره لبست الفانيلا الحمراء ومثلت الاهلي وبتتجرجر في استوديوهات كتيرة جدا عشان تضغط على الأهلي أو تجرح في الأهلي، وبعدين يطلع يقول لك إيه، لا إحنا بنحب الأهلي بس في النهاية نفسنا مصلحة الأهلي عمرها ما تبقى كده. لأنه لو أي واحد فيكم فعلا خايف على مصلحة الأهلي
هو اكيد معاه نمره الكابتن خطيب ومعاه نمره الكابتن خالد بيب ومعاه نمره مجلس الاداره كله ومعاه لجنه التخطيط ومعاه المهندس عدلي ويقدر بينه وبينهم يقول لهم كل اللي هو عايزه. لكن ان انت تروح لي الاستوديو ده او ده وده بهدف الاساءه للاهلي واستغلال فرصه كبوه عرضه علشان توقع الاهلي شويه اللي يتريق بهكس وتهجيص على لعيب وشويه اللي يحاول التجريح والاساءه لمدرب وشويه اللي يتنمر على لاعب ويسأله وكل دول فيهم ناس كتيره للاسف احيانا في فترات لبسوا الفانيلا الحمراء ومثلوا الاهلي. لكن اللي زي الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن خالد بيبو وكل ولاد الاهلي دول الأصلة اعتقد رسالتهم لكل هذه النوعيه من الناس انه لا، جمهور الاهلي مش هيقبل الا اللي يخاف على الاهلي ويحافظ على الاهلي، لانه في الاخر الجمهور عايز الاهلي يسعده، عايز الجمهور الاهلي يفرحه هو والناس اللي انتوا نوعيه علي اسماعيل وكل الاخوه حتى في فلسطين شوفوا تحت القصف سعداء بالاهلي قد ايه، هو ده الاهلي اللي هم عايزينه. لكن اوعى تكون فاكرين اللي بيرضي فيكم برنامج بعينه او حد بعينه عشان يتكى على الاهلي او يدوس على الاهلي او ينتفع من وراء هذه الاساءه، جمهور الاهلي عمره ما بيقبل الكلام ده يا جماعه. جمهور الاهلي عايز النقاء ده، عايز اللي يخاف على الاهلي ويحافظ على الاهلي لانه حب الاهلي كفكره مش كلاعب ولا كشوطه ولا كجون ولا كهدف، حب الاهلي في قيمته. يعني ما فيش لعيب تقيل واثق في نفسه حقق مع الاهلي انجازات يا استاذ ابراهيم الا هتلاقيه في النموذج الطيب اللي انت شرحته. انما لما تبقى مستني الشماته عشان فيها يخفيها. ايه فيها؟ من امتى؟ فين بقى الاهلي فوق الجميع؟ طبق على نفسك اول واحد. روح النادي كلم المسؤول على وجهه نظرك اللي انت عايزها. ما في مبدا فيها يخفيها ده خطير جدا. لان كله هيجيب يجي ازاي؟ لا وانت كده هتبقى فيها في امتى؟ هتبقى عمرك ما هتكون فيها. بالاسلوب على فكره على فكره لما يجي واحد بقى من اللي انت متوقع ان انا شفت بقى انا كنت بعمل لك فيهم ايه؟ مستني المكافأة هيخاف منك. طبعا هيخاف منك. لانك عارف يا فيها يا خفيها. بمجرد ما هيجي حاسبك كمسؤول عنك هتقلب عليه. مفيش مجال للشخصنة. لما يبقى الاهلي فوقنا كلنا كل واحد هتمنى الخير لكل مسؤول داخل النادي الاهلي. لكل مسؤول داخل النادي الاهلي بيحافظ على قيم الاهلي، واللي يجي كل واحد بيقول لك قيم وتقاليد الاهلي ومتوارثه ويحافظ عليه اهلا بيه، اللي يجي يقول لك يعني ايه قيم وتقاليد النادي الاهلي؟ قول له اتفضل انت على جنب. على طول كده. يبقى ما فهمش حاجه. ما عادش حاجه في النادي الاهلي. خطر، لان ده يبقى ما يبقى في المسؤوليه هيضيع الموروثات دي كلها اللي هي اسباب نجاح الاهلي. والحقيقة من أسباب نجاح الأهلي يا جماعة حتى في المباريات، شوفوا الأهلي لما يكون بهذه القيمة يصدر الصورة بتاعته للإخوة العرب عاملة إزاي. المعلق الإماراتي عامر عبد الله كان في حوار أو في ضيافة الزميل هاني حتحوت، وهو بيتكلم عن الأهلي كان معاهم بلال علام كمان المعلق المنطلق في الدوريات العربية دلوقتي. شوفوا عامر عبد الله وهو بيتكلم قبل مباراه الاهلي الاخيره، رؤيته للاهلي واحساسه بالاهلي واندهاشه من حاجه معينه في الاهلي، نشوفها. الاهلي ربي كاتب عليه ان لو عمل 100 ماتش اوكي و101 مش اوكي هيبقى وحش. فانا كنت استغرب بصراحه، يعني انا اقول لما كنت اشوف الاهلي واتابعه اقول الفرقه دي عاديه عاديه، يعني فعلا كاسماء عاديه. لكن لما تبقى تلعب هي كفرقه تبقى مش عاديه ابدا. الله ابدا يعني بصراحه. ايه السر في كده يا اخي؟ هي اللي كنا بنسمعها ومش مصدقينها وبقت حقيقه. روح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء ما فيهاش كلام. يعني اليوم وجود نخبه من الاسماء والنجوم، لما تجي تقارنهم مثلا لما ماتش الاتحاد السعودي مثلا بكاس العالم الانديه كقيمه سوقيه ما في مقارنه. طبعا ما في مقارنه. انت شفت الاهلي عمل ايه؟ لعب ازاي؟ زمان
كانوا عندنا حتى لما يتكلمون هني في المراحل السنيه والتدريبات يقول لك روح اللاعب المصري. المصري بيلعب بروحه. هذه ميزه، هذه تذوب الفوارق. وهذه لازم نتعلمها من العالم كله. اليوم لما تشوف الدوري الانجليزي والدوري الايطالي مهما كانت موهبتك اذا تلعب بدون روح انت تفقد نصف قوتك. صح. فالاهلي مثال جميل لكره القدم، يعني كيف ينبغي لها ان تكون. ان اردت ان تكون ناجحا الاهلي مثال. هذا ما له علاقه في انتماء او مفهوم. شيء، انا اتكلم عن مثال ناجح مفهوم، عن فريق يعني تجي في البطوله الافريقيه تشوفه تقول ايه الفرقه دي. يعني ايه الاهلي ده اللي يعني الناس بتتكلم والاهلي وحكايه الوقت بدل الضايع دي زادت على حدها. ها بلس 90 معروفه، البلس 90 في هدف قاتل محتمل في اي مباراه للاهلي. شفت امام عاشور عمل يعني ايه الاهلي ده فعلا؟ يقول لك ايه الاهلي ده، عايز مثال ناجح. الاهلي نموذج لما ينبغي ان يكون عليه كره القدم. كره القدم فريق عادي ينزل ملعب ما بيكون عادي ابدا. لك في ايه يعني ايه ده؟ وكنا نسمع روح الفانيلا الحمراء، يعني ايه روح؟ لا فهمونا هم يعني ايه روح الفانيلا الحمراء. هقول ايه؟ يبقى الرساله وصلت. مفيش اجمل من انك تعمل حاجه تلاقي الناس بدون محاضرات وصلت لهم الرساله اللي انت بتؤديها كنادي اهلي، سواء في اسعاد في ظل ظروف صعبه جدا زي ما شفنا في غزه، او تغيير وجهات نظر، او اسباب دهشه معلقين يعني من اشقائنا في الخارج. لكن بقى اللي مستني عصراتك زي الاخ عبد الله الكعبي ده وبتاع ده، اسقطه من حسابك، اسقطه من كعبك. هو تعبان دلوقتي قاعد زعلان جدا ويطلع يتكلم كلمتين باستمرار سلبيه فيها سلبيه عن النادي الاهلي يا عمي، ويرجع يقول لك ما قصدتش. خلاص خلصت، خليك في عذابك. ستنتظر طويلا يا استاذ عبد الله. وساعه ما مره يحصل يقول لك شفتوا بقى، لا احنا بنتكلم على الاهلي. الاهلي اتعلموه على فكره، انت لو تشوفوا بقى في التعليق في الماتش كان بيقول عمرو عبد الله شوفوا بيقول ايه ده، ايه ده. بعد ما الاهلي عرف يتجاوز ويكسب تلقائيه مفيش نفسانه. هو قال لك بعيدا عن الانتماءات، انا بقول عارف دي لوحدها لخصت سؤال هو طرحه وهاني ما جاوبش عليه، لا هو ولا بلال علام. المعلق المصري فين؟ قال لك ليه مصر تراجعت في التعليق الرياضي؟ عشان اللي انت بتقوله ده. ايوه كتير منهم راح، يعني طبعا في مواهب وفي ناس جاده ومحترمه، بس في النهايه هو قال لك لا مصر كانت تقدم اكتر من كده بكتير في التعليق. طبعا لولا الهيافه بقى والهلفطه والخباثه بتوصل رسائل تحيز عشان تكسب حاجه. يعني حقيقه يعني نتمنى ان يظل الاهلي على هذا النموذج. وعشان كده يا جماعه ما الناس بتزعل مني ساعات ما بقول حبوا الاهلي كما وجدتموه. محاوله تغيير الكيمياء دي فيها مخاطره كبيره جدا وخطر. طيب المردود بتاع الاهلي شفتوه فلسطينيا برغم القصف واصل لفين، اماراتيا ناديكم سمعتوا عمرو عبد الله. طيب في تونس سمير السليمي شاف الاهلي وكولر وعلي معلول طبعا ازاي؟ في كلمتين على معلول. معلول لقطة الأولى جت ضربة الجزاء، مشى عاشور ومشى ثلاثة أربعة ملاعبية، التعليمات جات من عند المدرب كلهم بعده، التعليمات جات من عند المدرب علي معلول يمشي هو اللي يشوت. هذه يوريك ثقة مدرب في معلول اللي قبل بثلاث أسابيع ضيع معلول ضد سان داونز، ضد سان داونز مصيرية يعطيه ضربة الجزاء ويضيعها. تجي بعد الفوت نتاع الهدف الرابع ثلاثة ملاعبية دايرين وتجي التعليمات مرة أخرى من عند المدرب، معلول هو اللي شوت. شات الأولى ضيعها وشات الثانية حتى شات الأولى شات الفوق وشات الثانية جابها له في التسعين. يوريك ثقة مدرب وثقة حتى الزملاء نتاعو. لا ديسيبلين سيرتو لا ديسيبلين وتأثير معلول على لعب صفة عامة نتاع النادي الأهلي، من أساطير راهو النادي الأهلي. ويصبح أفضل هداف تونسي في كأس العالم للأندية. يتحدث كان عن الفارق بين علي معلول مع المنتخب وعلي معلول مع الأهلي.
حجم الثقة والدعم الذي يلقاه علي معلول من الأجهزة الفنية وزمايله والجماهير عالي جدا، رغم أنه بيعمل شأن أي لعيب على مستوى العالم، يعني هاما مارادونا وزيكو وباجيو لعيبة كبار جدا ضيعوا ضربات جزاء، لكن بيقول لك تضيع اديك تاني فرصه، يقول لك شوف الثقه اللي مديها لعلي معلول لحد ما تيجي تعمل حاجه يكسب بيها علي معلول تاني. لذلك علي معلول لو تشوف حجم الانفعال بعد ما جاب الجون الرابع ده، وحجم السعاده وحجم الامتنان اللي كان فيه كان عالي جدا، يعني عمل تاريخ كويس قوي علي معلول. صعب حد، لان المده اللي قعدها كمان ما عداش ناس كتير اجانب، يعني باستثناء جيلبرتو ما حدش قعد المده دي. بتاثيره وبنجاح كمان. بتاثيره بنجاح والاخر شخصيه والاخر وقت بيدي. الاخر وقت بيدي. طيب برضو في اطار هذه الشهادات العربيه المميزه للنادي الاهلي في انجازه، المحلل الاعلامي عبد الباقي مسعود شاف الاهلي، هل ده جديد عليه؟ والله مش جديد على الاهلي، الاهلي راهو ديما وقت نقولوا راهو فريق عالمي، راهو مش من شيء، فريق عالمي بالميزانيه نتاعو، بالقاعده الشعبيه نتاعو، بالستركتور نتاعو، بالتنظيم نتاعو، بالتسيير نتاعو، بالتاريخ نتاعو، وقاعد يثبت في هذا معناها في كل مناسبه وفي كل مونديال، معناها تحقيق مرتبه ثالثه او رابعه معناها يعتبر حاجه ممتازه جدا بالنظر خاصه الى فرق نصف النهائي اللي هي فرق من مستوى عالي. وبكل صراحة الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من الفينال لو أمن أكثر، ولولا أنه بتاتر المباراة اللي قبلها بتاع الاتحاد استنزفت شوية طاقات والماتشات ورا بعض نهارين ترتاح نهارين وتلعب ماتش، نتصور كان يجي المرة هذه يوصل للفينال وربما كنا اليوم نشوفوا الأهلي هو اللي يلعب مع السيتي. معناها شوفوا كي يشوفوا الجروب بتاع الأهلي راهو جروب عنده توا ثلاثة ولا أربع سنين، معناها كي يشوف رامي ربيعة مازال يكور ومازال لا، كي يشوف عمرو السولية مازال يدخل ويكور وتلقاه بمستوى هذاك. شكون اللي زاد السنة على عمناول؟ براتيكمون إمام عاشور، كلهم موجودين، عمناول سيزون كاملة يلعب، وولت عمناول 80% منهم موجودين. هذه هي لا كونتينيتي اللي نحكيو عليها، مش معناها انك تجيب 20 ملاعب جديد ومدرب جديد وتقول لي تو نحب نعمل ريزلتا وتو نحب نهز وتو نحب نربح الناس الكل. الور اللي حب يربح يلزمه شويه تضحيه، انك تصبر شويه، وبعد ما تصبر المده هذيك تو انا نقول لك تفضل هاي النتائج. وهذا اللي قاعد يقف الاهلي، عنده تقاليد الاهلي نتاع فريق كبير وربي يبارك لهم فريقهم. ربي عنده الاهلي عنده تقاليد، وكويس انه قال الكلمه دي لانه بيتفق معايا، حبه الاهلي كما بتقاليده، هذه التقاليد هي سبب نجاحه واللي بيتمسك بيها قياداته، اللي كل واحد فيهم لو عمل اللي هو عايزه الجمهور هيقبل منه ويقول لك انا اللي بطور. التطوير لا، التطوير انك انت من خلال ثوابتك تقاليدك بتشتغل بنفس الاسلوب مع اضافه الرؤيه، تختار المدرب ده، تختار بالطريقه دي، تعمل كده، ده جديد، لكن مش هتخرج عن الاطار اللي الاهلي بيؤديه طول عمره، يعني لانه ثبت نجاح وتغيره ليه يعني. حتى لو في يعني عثره في النص، عارف ان دي ما بتستناش، بتقوم بعدها على طول يعني. ده رأي كان مهم على فكره جدا. امام عاشور قال كده، ايوه، اول ما دخلت اتعلمت يعني ايه الاهلي يضيع منه بطوله يجيب 10. ايوه، وحارس لما بقول لك الاهلي له 1000 قومه حارس. ايوه، يعني اذا الثقافه ما هيش تشدق، ده خلاص الكل بيعيش فيها يعني بيمارسها. طيب المحلل العربي بقى الكابتن خالد حسني شاف تقدير الاهلي ازاي؟ انت تريني في نادي القرن، انت تدرب في 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 معناها فريق يكون عنده 40 مليون محب، انت تدرب في فريق معناها عنده منظم اداريا، عنده هيكله اداريه نتاع دول انا نعرفها، مشيت وعشت في الوعي. وقت انت تريني انت قلت لي معناها راهو نحاو، علاش بقي عندنا احنا في تونس المدرب يخسر يتنحى؟ غاديك كبش في ايديك كابتن المدرب، غاديك يحكموا على المدرب، هما جاب كولر يعرفوا قيمته وكولر ما جاء الاهلي اللي يعرف قيمه الاهلي ويعرف التحدي ويعرف شو المطلوب منه ويعرف برشا حوايج، دونك هما يحكموا على العمل نتاعو، على على تطور الفريق معاه، هل تطور ام لم يتطور. حتى في معناها اوقات معناها الصعبه اللي عرفها الاهلي عمناول ربح الشامبيونز ليج. باهي احنا نتكلموا على الاهلي، الاهلي خويا البيدجي نتاعها قداش؟ 2021 برشا فلوس كابتن، برشا
450 مليار. تصوفية تونسية. أمام تونسية. 450 مليار تونسية بيدجي تاع النادي الأهلي 2021. علاش لي ريسيت ايزو اوغمونتي؟ يقولوا معناها المداخيل كبر. عندهم تروا كومبوزونت، ما معنى عندهم ثلاثة شركات. شركة كرة قدم تاع الأهلي، وشركة الأهلي للبنية التحتية، وشركة الأهلي للسياحة والسيرفيس ونعشو هذيك، عندها شركة كبيرة. دونك كي أنت الأهلي مش عند ستاد وحده، الأهلي عنده تلفزيون، الاهلي 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 معناها سي فيني، معناها اكثر اقل، معناها خلينا نقولوا عنده حجم عالمي، حبينا وكرانا، معناها واحد يتكلم الحق ويتكلم والهيكله مختلفه، النظام مختلف في مصر. كابتن يسمح يسمح يعني تو بانشاء نظام كما هكا، ولكن الاهلي راه من قبل، الاهلي من قبل. اذا الاهلي 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 باش تبني استاد نتاعها، اللي احنا الدوله ما نجمش تبني استاد. يعني انا كنت لسه بكلم استاذ ابراهيم تعليقا على شوف حجم المتابعه. الاهلي عنده شركه سياحه، عنده شركه كوره، عنده شركه خدمات، عنده ميزانيه عامله ازاي. الاهلي بيبني، عنده قناه الاهلي، بس نسي المجله. لا لا، عنده هيكل تنظيمي، عنده هيكل تنظيمي عمال يعدد العمل المؤسسي وما يبنيه النادي الاهلي من مؤسسات. ولسه بقول لك، وانت يعني انت اللي فكرتني ان الاهلي سنه 2001 2002 لما عمل اداره تسويق الاستثمار كان عايز يوصل للوقت. وكان وقتها كل مصر تقول لك هو ايه يعني الاداره دي، بتعمل ايه الاداره دي ولازمتها ايه. لا، هي كان في رؤيه مستقبليه. انت بتسبق الازمه يا استاذ ابراهيم. انت اللي بتطور، انت اللي بترمي الحجر في الماء الراكد في سماء الكره المصريه بشكل عام. فلما بتعمل نموذج بيجر الباقي. النهارده في اكتر من نادي بيفكر يعمل شركه، ومش هيعاني زينا لان هيجد اللوائح اللي حاربنا عشان نوجدها، عشان نقدر نعمل الشركه، زي ما حاربنا عشان نعمل مجله وغيرنا عمل بعدين، زي ما حاربنا عشان نعمل قناه وغيرنا عمل بعدين. كل ده من خلال بنيه اساسيه تبنى النادي الاهلي ان يؤسسها مع الدوله. فهو بيعمل النموذج ولا مانع اطلاقا، لان التطوير العام بيبدا بالبايونيرز، الرواد دول اللي هو النادي الاهلي دائما. فحبوا الاهلي كما وجدتموه. كما وجدتم. طيب، في اطار بقى الشهادات العربيه ديت، الحقيقه كنا نامل لو في الوقت متسع كنت هتلاقوا من كل العواصم العربيه والمدن شهادات في حق الاهلي. لكن في مشاركه الاهلي في السعوديه، الفيديو الاشهر والأكثر إثارة ربما للضحك كان زو وليد الفراج، أعتقد فيديو لا يمل الأهلوية مشاهدته. مساء الخير. يعني إيش ترجعها؟ يعني ماذا أقول لتخفيف ما حدث؟ يا اخي المصريين شوي عصبيين يا اخي، الواحد ما يهزرش معاكم. ها، انا كنت بمزح بس، يعني بعدين يا اخي نمزح معاكم ثلاثه؟ يا ساتر يا ساتر. لا، بنهزر فعلا، بنهزر يعني. احنا اسفين يعني، نتراجع. الاهلي ذا حكايه. طب ممكن نلعب مع بعض من غير الاهلي؟ يعني في فكره، ها، من غير الاهلي ممكن يعني يكون في حل ان احنا نلعب مع فرق اخرى؟ لازم الاهلي. مشكله القميص الاحمر ذا اليوم، النسر كذا حلق في سماء جده، وفين يوجعك؟ ما تسمع الا وزيو، واحد زيو، اثنين زيو، ثلاثه. بس كويس انها ثلاثه، يعني في تقدم. طيب، في تقدم في النتائج. ما تقدر تقول والله المباراة تحكيم ايش؟ لا، ما مش يعني حتى التحكيم ما مش هتلاقي عذر. اصلا كانت في لعبة مش عارف ايه، ما برضو ما تتلم. فرقة عظيمة والله. الاهلي فريق عظيم يعني، تجيبها كذا توديها كذا، تدور لك عذر. فارقة. انت جايب بنزيما وكانتي وعبد الله وسعيد ومحمد وكل الشله، ما فيه
والله يا اخي فرقه الاهلي دي فرقه فيها روح، فيها حيويه، فيها حياه. يمكن هذا سر عظمه النادي الاهلي وهالجماهيريه العظيمه اللي موجوده له في مصر وفي الدول العربيه. اليوم جاء الاهلي سدد كل الفواتير، قال لك تعال انت حسابك كام؟ خذ ها 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 وتبس. حط تبس. السؤال يطرح نفسه، ليش الاهلي سوى كل هذا؟ الاهلي انت مين؟ انا الحاضر، انا الماضي، انا مش عارف. خلي الجماهير ترد عليك. شوف ده اشهر واخف دم افيه. يعني 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 هو طبعا اصل انت لما تشوف حد يا استاذ ابراهيم، انا كنت ليله المباراه في على قناه سعوديه اللي هي الرسميه بتاعت السعوديه الرياضيه، وكان معايا طبعا اشقاء. طبعا كل املهم وتحيزهم انه يعلي في الاتحاد، وانا قاعد مش عايز انجرف واخش في جدل، لاني فاهم كويس قوي ان الملعب هو اللي بيرد. ما ردناش في الملعب، كل الكلام اللي بنقوله ده ملوش لازمه. فبقيت قلت له طيب باذن الله ومش عارف ايه، واحنا مدركين حجم الدعم اللي الاتحاد فيه، حجم الامال اللي الاتحاد فيها، حجم المباراه الجميله اللي عملها قدام ميتلاند ولا اسمها اوكلاند. وعوده حمد الله كان سعداء جدا طبعا، شافوه في التمرين يبقى هيتوجد فول تيم يعني، وحجازي رجع. فبيسالني في الاخر، قلت له انا عايز اقول لحضرتك حاجه، نحن نعول على الاهلي بشخصيه الاهلي، انا ماليش دعوه المنافس ده مين. لو استطاع الاهلي ان يستحضر الاهلي، يعني لو اهلي عرف يسترد لنا الاهلي اللي انا عارفه، لا حظوظي كبيره لاني عندي من الخبرات والقدرات في حاله ان الاهلي يقدم لنا الاهلي. كل اللي بطلبه ان الاهلي يقدم الاهلي، مش اكتر من كده. اما كل اللي بتقوله انت عندك حق فيه 100% حظوظ الاتحاد و و و وبالارقام، ولكني انا رهاني دائما ان يقدم الاهلي النادي الاهلي. وليد الفراج قال لك جابوا بنزيما وكونتي وعبد الله وسعيد وكل الشله، لكن ده الاهلي يا عم. لا يعني وبعدين انت مين؟ ليش الاهلي سوى هذا؟ ده كلام ممكن تلعبه معانا من غير الاهلي. خلي بالك ممكن انت في ماتش الهلال انتوا اللي احنا والهلال بنلعب في ارض محايده. ايوه. نمره 2 الهلال ممكن يقول زي كده اتخذ على مشامه. ممكن يقول لك بعد الجون الثاني في نقص عددي. الكلام ده كله ممكن يتقال. ولذلك كان الرهان الاتحاد ياخد بطار الكره السعوديه في هذه المباراه. اذا كان هناك ثأر انا لا اؤمن بهذا الكلام. رد اعتبار. لكن انا كنت لامس دي. حجم التوقع وحجم الامال المعقوده ان يقدم الاتحاد مباراه هو بقى اللي يكسب الاهلي 4 هنا على الاقل، فنبقى كده شفتوا بقى ساعه ما تلعبونا يعني المانشيتات جاهزه. ايوه. كنت اكاد اقرا المانشيتات قبل اقامه المباراه لو فاز الاتحاد. فقال لك كسبونا 3 هناك تقدم، لكن ما تنسوش انك على ارضك وفول تيم يعني. لا وبعدين قال لك طب مش ممكن انتوا يا مصريين تلعبونا من غير الاهلي؟ ما تبعتوا لنا حد غير الاهلي. انا بقى بيعجبني هذا النوع من الدعابه، مش من الدعابه، من انك انت تاخد الرياضه في سكه الفاني، بلاش الحمقى قوي. ايوه يعني. ايوه. لان هو على فكره هو في النهايه وليد الفراج عضو في النادي الاهلي. على فكره هو مهد لها في اخر حلقه. هو فضل متحامل ويدي كلام يوجع، وبعدين قال ايه؟ مصراوي خد بالك. استنى بس، فرحان في الهلال وفرحان في الاتحاد. هو قال جمله ليله الماتش، قال على كل حال انا عندي خط رجعه. أيوه. انا عدو في النادي الاهلي اقدر اقلب. لو الدنيا مشت لما مشيتش زي ما انا عايز، فلما مشيتش قلب. قال لك زو. ده فيديو زو. طيب الحقيقه المردود الهائل جدا اللي النادي الاهلي اللي عمله، تسمع شهادات لكباتن ونجوم الزمالك، يعني لو الوقت هيبقى فيه متسع هتشوفوا اشرف قاسم وهو يشيد بالنادي الاهلي، لعيبه كبيره، وبيدعم امام عاشور وبيهنيه على الفوز. وبعد المباراه في الاستديو بتاع ابو ظبي، شوفوا يعني اشرف قاسم عمل ايه مع امام عاشور. شوفوا الكابتن محمود ابو رجيله
بعد مباراة الأهلي مع اتحاد جدة، كابتن أبو رجيلة كبير مدربي نادي الزمالك قال لك الأهلي اللي بيعمله ده مشرفنا جدا، وأنا لو الأهلي تأهل للنهائي وخسر أنا هكون أول واحد في استقباله في المطار. وطبعا كابتن فاروق جعفر، كابتن أيمن يونس، كابتن أيمن يونس قال لك الأهلي بيغير المفاهيم بعد الفوز على بنزيما والمجموعة بتاعته، قال لك الأهلي بيغير مفاهيم الكورة. هذه الشهادات يا جماعة حتى وهي بتأتي من كبار نجوم الزمالك ومدربيه رسالة لكل الجماهير العادية، الجماهير اللي هي فعلا فرحتها أن يتعثر الأهلي، انتظارها لكبوة للأهلي. أستاذ إبراهيم ده في الأهلي لما بيعمل حاجة كبيرة إضافة كبيرة للكرة المصرية بالتأكيد. هذه القيمة الحياة وهذا الأداء. عايز تعلق؟ لا ده بعض اليوتيوبرز دلوقتي الزملكاويه، عتات الزملكاويه اللي كنت بتابعهم طول عمري، واحد او اثنين او ثلاثه منهم اشهرهم واحد اسمه اسلام، اصبح الراجل ده من كتر موضوعيته من كتر يعني احتفائه بالاهلي بيتهاجم ليل نهار، بيتهاجم ليل نهار. ها لكن الراجل بيقول لك مش هقدر اغالي ضميري في كل النجاحات اللي بتحصل دي وما اشيدش بيها لان انا عايز الزمالك يبقى كده. صحيح. واحد من هذه النماذج المنصفه كريم حسن شحاته ابن المعلم. شايف الاهلي بيفرح المصريين ازاي؟ نشوف. لازم الاهلي بصراحه نديله حقه. ان الاهلي هو النادي اللي بيفرح المصريين، النادي اللي بيخلينا نحس ان احنا عندنا فريق عالمي. انا بدون مجامله يعني النادي الاهلي يستحق بصراحه، النادي الاهلي هو اللي بيدعونا او بيخلينا فخورين بكره القدم المصريه خلال العشرين سنه اللي فاتوا بدون نقاش. الاهلي وصل للعالميه، الاهلي كل العالم بيتكلم على الاهلي، الاهلي كسب اتحاد جده السعودي، فريق انا بقول فريق قوي جدا وعنده اسماء كبيره جدا، خمس ست سبع لعيبه في اتحاد جده، لعيبه اسماء جامده جدا على مستوى العالم. الاهلي كسبهم ثلاثه مستريح، ولكن بايه بقى؟ بروح وباصرار وفنيات وبرجوله وكل حاجه. بعدين الاهلي انتقل الى المرحله الثانيه وهي الدور قبل النهائي مع فريق فلومينينسي البرازيلي، ودي المباراه اللي انا زعلان عليها جدا ان كان الاهلي يقدر يكسب، وكان يعني شوف الفريق برازيلي وبطل امريكا الجنوبيه وكانوا قلقانين من النادي الاهلي وعاملين حساب كبير جدا للنادي الاهلي. الاهلي لو رايح البطوله دي واول ماتش كان هيلعبه ضد فلومينينسي كان هيكسب فلومينينسي، بس الاهلي تاثر بالاجهاد والمجهود الكبير اللي عمله في ماتش اتحاد جد، فكان في لعيبه مجهده في ماتش فلومينينسي. لكن شوفوا بقى الاهلي وصلنا ان احنا نبقى زعلانين لما الاهلي يخسر من بطل البرازيل وبطل امريكا الجنوبيه. ليه؟ ان الاهلي حسسنا في ماتش اتحاد جد ان هو فرقه كبيره. فاتفرجنا على ماتش الاهلي واوراوا الياباني بطل اسيا، لقيت مباراه من جانب واحد الاهلي عالمي، يعني الاهلي عمل احسن ما مانشستر سيتي عمل مع اوراوا الياباني. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا عندنا فرقه هنا في مصر اللي هي النادي الاهلي، فرقه كبيره، فرقه بقت في المستوى العالمي، مش ما بتخافش من حد خلاص. النهارده او البطوله الحاليه الاهلي بيقدم مستوى مميز جدا جدا، ويمكن هو كان الافضل في الثلاث ماتشات اللي لعبهم. قد ايه النادي الاهلي نادي منظم وقوي وعنده استراتيجيه، والكلام اللي انا بقوله ده مش مجامله، ده التاريخ بيقول كده، الواقع بيقول كده اللي احنا شايفينه. الحقيقه اللي قاله الكابتن كريم يعني بيخليني احترامي ليه يزداد. قال لك الاهلي كان الافضل في الثلاث مباريات وهذه حقيقه. انا كلمتك في الهاف تايم قلت لي الاهلي بيقدم اداء رائع. أيوه. اداء رائع. في يوم فلومينينزي. وزعل، وقال لك وصلنا ان لما نخسر من بطل كوبا امريكا نزعل، البرازيلي نزعل، لان الاهلي كان يستحق. فهو ده اللي انا بقوله بقى، حجم التوقعات عند الاهلي بقى عالي جدا. لكن وانت بتزعل فخور. محدش يقدر يسرق فخرنا. ممكن زعلنا يبقى مستمر على خساره الاهلي، ولكن فخرنا بالاهلي بيزداد. وده الاهم، لان الاحترام ياتي قبل الحب. اللي حصل ده يا جماعه مردوده كان كبير جدا.
في شهادات كتيرة مصرية وعربية وأجنبية عن قيمة الحدث الكبير اللي الأهلي عمله. وزي ما الميدالية البرونزية لبطولة العالم هيأت الأهلي وجهزته للسوبر المصري، الحدثين للاعيبة النادي الأهلي هيأوا المنتخب وجهزوه للكان لكأس الأمم الأفريقية. يوم الخميس إن شاء الله تعالى هتتواصل هذه الشهادات وهذه الفيديوهات. أنا بس عايز أقول كلمة قبل ما تقفل. وهذه الإطلالة لاعترافات الكثيرين للأهلي. عايز أقول كلمة قبل ما تقفل. أنا لا أنا عايز حسين الشحات يزعل ولا عايز ياسر إبراهيم يزعل، لأن حجم الزعل من كل أطياف المشجعين النقاد باختلاف انتمائهم يكفيهم. يرى أنهم قد ظلموا والمنتخب ظلم بعدم استدعائهم. كل التوفيق للمنتخب الوطني وألف مبروك للأهلي وجماهيره. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير وفرحة أخرى. نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.